السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن جماعة مخيم قطاع الوسيطة خان شيخون. نحن هون جماعة أخذين أرض من واحد من سرمدة، تمام؟ صرنا سنتين قاعدين بالأرض وعم ندفع له أجار كل شهر بشهره. الزلمة راح رفع علينا دعوة بده يطالعنا من الأرض، ورحنا اشتكينا على الإدارة على أساس الإدارة تأمل لنا بيوت بالكمونة أو بأي مكان. هلأ صرنا على هالحال 3 شهور، على اليوم وبكرة اليوم وبكرة. اليوم الإدارة أعلنت تخلية عنا، تخلت عنا، يعني نحن لا لنا قدرة نشتري أرض، ولا لنا قدرة نعمر، ولا لنا، وما حدا عم يعطينا أرض أكثر من سنة من جماعة سرمدة. وين بدنا نروح؟ إذا الإدارة المسؤولة عن المهجرين تخلت عنا، والأمنيات أعطتنا فرصة مشان إذا ما أخلينا بعد كام يوم بدها تيجي تهد المخيم على راسنا، تمام؟ بتمنى صوتي هذا يوصل لمحمد الجولاني، تمام؟ لأنه غير هيك ما بقى يمشي الحال. نحن ما تهجرنا من بيوتنا وجينا قعدنا بالمخيمات مشان نتبهدل والعالم تزل فينا مشكل ملون. نحن جماعة بدنا حدا يأمن لنا بيوت، بدنا حدا يأمن لنا سكن، لأن نحن جماعة ما لنا قدرة. هون أجرة البيت بسرمدة 100 دولار و150 دولار و125 دولار، وكل الموجودين نحن 26 عائلة بالمخيم ما لنا قدرة ندفع أجارات بيوت.